الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذه بعض الأوراد والأذكار النافعة بإذن الله تعالى، والتي تكون سببا بمشيئة الله تعالى لدفع الوباء وبعض الأمراض وللشفاء ولتفريج الكروب وقضاء الحاجات ولحصول الثواب العظيم بإذن الله تعالى. فمن قرأها مخلصا لله تعالى يرجو الثواب من الله عز وجل، يحصل أيضا على ثواب وسر وبركة وأسرار هذه الأدعية. المهم هو الإخلاص لله عز وجل، منها ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، يعني هذا نوع من أنواع الاستغفار. إذا قرئ صباحا ومساء وفي النهار، وأكثر منه الإنسان 300 مرة وأكثر، له أسرار كثيرة جدا جدا جدا، يعني الفوائد التي فيه قد لا تخطر لنا على بال، منها مغفرة الذنوب، الشفاء من الأمراض، قضاء الحاجات، صرف الهم والغم والبلاء بإذن الله عز وجل. منها الفاتحة، الإكثار من الفاتحة. الفاتحة لها أسرار عظيمة وبركات كثيرة جدا جدا جدا، ومعروف عند السادة الرفاعية الإكثار من الفاتحة لقضاء الحاجات وللشفاء والبركة ولصرف الأمراض وللنجاة من الكروب والمصائب. من جملة هذه الأشياء أيضا الحوقلة، ورد في الحديث: لا حول ولا قوة إلا بالله، تنفع ل90 داء أقلها الهم. أيضا اشتغلوا بها صباحا ومساء وفي النهار، أكثر منها ثواب وذكر وبركة وشفاء. وأيضا هذا الدعاء الورد أو الذكر الورد في الحديث الشريف، وهو: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام، ومن سيئ الأسقام. هذا يقرأ صباحا ومساء ثلاثا ثلاثا، من واظب عليه إن شاء الله وبإذن الله لا يصاب بداء عضال، لا يصاب يعني بمرض عضال، يحفظ من الوباء بإذن الله الكريم. هذه بعض الأوراد والأذكار، اشتغلوا بها مخلصين لله تعالى، تنفعكم نفعا عظيما، والحمد لله رب العالمين.